بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه، كتاب فقه السنة للشيخ السدي السابق رحمه الله تعالى. وما زلنا في الحديث عن شروط البيع، شروط صحة البيع. وقلنا الشروط يعني منها شروط تتعلق بالعاقدين، وشروط تتعلق بالمعقود عليه، اللي هو البضاعة التي تباع أو الثمن الذي يدفع فيها. فهناك شروط تتعلق بالمعقود عليه. وتوقفنا عند الشرط الرابع من شروط المعقود عليه. قال الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا. شرعا وحسا، يعني أن يكون مسموح شرعا بتسليمه، وأن يكون يعني مقدورا على تسليمه حسا، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه، كالسمك في الماء. هذا مثال غير المقدور على تسليمه حسا، كالسمك في الماء. وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. والغرر يعني يشبه المقامرة، يعني مرات يأتي الغرر بمعنى المقامرة، إنسان يعني يدفع مبلغا من المال ثم إما يروح عليه المبلغ أو يأخذ أضعاف ما دفع أو كذا. ومرات بعض الفقهاء يفرق بين الغرر والمقامرة، يقول إن الغرر هو ما كان فيه يعني احتمال ألا يأخذ شيئا في المقابل نهائيا يعني. أما المقامرة بيكون هو ضامن إنه سيأخذ مقابل، ولكن المقابل هذا قد يكون يعني أقل بكثير مما دفع أو أضعاف ما دفع. يعني عارف إنه هيأخذ حاجة مقابل المبلغ اللي دفعه، بس مش متأكد، ممكن يأخذ حاجة تساوي عشر ولا ربع ولا اللي دفعه، أو يأخذ حاجة تساوي أضعاف ما دفع. لا يكون الأمر عن بينة وعلم يعني. لكن في حالة الغرر هي يعني كأنها نوع من المقامرة، يكون فيه احتمال أنه لا يأخذ شيئا أصلا، يعني يدفع مبلغ من المال وإما يروح عليه ما يأخذ شيء، أو يأخذ أضعاف ما دفع أو كذا. فهذا فقال: لا تشتروا السمك. فورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيوع الغرر، نهى عن بيوع الغرض عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا الكلام على السمك في الماء ليس المقصود به، يعني هذا لا يشمل مثلا حوض ماء صغير والسمك فيه محصور، مثلا بعض المحلات بيع السمك أو كذا عشان السمك يظل حيا، يكون السمك محفوظ يعني في حوض من الماء، ويعطيك يعني شبكة أو كذا تطلع بها السمك الذي تريده من حوض صغير محصور أمامك وفيه كمية أسماك، تشتري الأسماك التي تريدها فهذا مقدور على تسليمه، ليس فيه العلة المذكور. لكن القصد يعني أن الشخص مثلا عنده نهر يمر في أرضه ولا كذا، فتعطيله أجرة، تعطيله مبلغ من المال قيمة سمك تستخرجه من هذا المكان، وبعدين ممكن يطلع لك سمك مثلا تدفعت مثلا 100 دولار، ممكن تأخذ سمك يطلع لك سمك بآلاف الدولارات، ممكن ما يطلع لك شيء نهائيا تكون دفعتها بدون مقابل. قال: وقد روي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس هذا الحديث روي مرفوعا إليه. وقد روي النهي عن ضربة الغائص، والمراد به أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن. هذا أيضا نفس الشيء، فيه إيه؟ يعني جهالة وعدم قدرة على التسليم. يعني شخص يغوص في الماء ويصطاد، فممكن مرة ينزل وما يطلع له شيء، ومرة يطلع له شيء كثير ومرة قليل، فيقول لك اللي حيطلع في هذه الغوصة هو لك ب100 دولار. ممكن ما يطلع لك شيء نهائيا، أو يطلع لك شيء بدولارين ولا بخمسة، ويطلع بآلاف. قال: ومثله الجنين في بطن أمه. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام
عن بيع حبل الحبلة. ف يعني من ضمن تفسيرات الحديث له عدة تفسيرات، منها اللي هو بيع الحمل في بطن أمه، يعني إما الحمل اللي هو الموجود أو ما يحمل به، مثلا ما تحمل به الناقة أو ما تحمل به مثلا يعني الشاه أو كذا، فإما الحمل الموجود أو ما سيحمل به، أو أنه يكون نهيا عن بيع ما سيحمل به الحمل. يعني إذا ولد هذا الحمل الموجود وكبر ثم حمل، فهو يبيع الحمل اللي هو مش الحالي، اللي هو حبل الحبلة، يعني ما تحمل به، ما يحمل به الحمل الموجود. يعني إما يكون اللي هو الحمل الموجود الحالي، فهذا يكون فيه جهالة، أو ما يحمل به الحمل، هذا يسمى إيه؟ المعدوم. ولذلك ينهى عن بيع المجهول وبيع المعدوم. فالحمل الحالي هو مجهول، لأنه لا يدرى هل هو حي أو ميت أو ذكر أو أنثى، سيولد حيا أو ميتا أو ذكرا أو أنثى، صحيحا أو مريضا أو كذا. فكأنه يدفع قيمة وبعدين لا يدري المقابل، يعني هل سيأخذ مقابلها أم لا. قال: ويدخل في هذا بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله، فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله ولو ليلا لم يصح أيضا عند أكثر العلماء إلا النحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. قال: ويصح عند الأحناف لأنه مقدور على تسليمه إلا النحل. طيب، يعني في الحاشية يقول: يرى الأئمة الثلاثة جواز بيع دود القز والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة في بيوتها ورآها المتبايعان، خلافا لأبي حنيفة. يعني القصد هنا الطير المنفلت، يعني الشخص مثلا كان عنده طيور، الطيور انفلتت إيه من محبسها، فهنا يعني الطيور هذه نوعان، هناك نوع من الطيور يعني إذا انفلت من محبسه احتمال عودته نادر، يعني احتمال عودته نادر، ليس من عادته ان هو يعني اذا انفلت ان هو يعود مره اخرى. فبعض الناس ربما ايه يعني يعلق املا على هذا الاحتمال النادر، فمثلا هذا الطير مثلا كان طير يعني غالي القيمه، وهو مثلا طير قيمته مثلا من بعض طيور الصيد، طيور كذا، فممكن الطير مثلا قيمته 1000 مثلا درهم، فنظرا لانه منفلت ولا يدرى هل سيرجع ام لا، فممكن هو يشتريه مثلا ب10 دراهم، على اساس ان اما تروح عليه العشره، لو ما رجع وده الغالب فيبقى راحت عليه العشره ما اخذ شيء، واذا رجع يلقى هو دفع 10 واخذ حاجه تساوي 1000 مثلا. فهذا فيه غرر ايضا، نفس الشيء، يعني هذا يعتبر ايه من بيوع الغرر، انه دفع 10 على امل يعني انه ربما يرجع الطير اخذ حاجه مثلا تساوي اضعاف اللي دفع، والغالب انه ما لن يرجع فيبقى راحت عليه المبلغ الذي دفعه. ثم ذكر يعني اختلاف الفقهاء في الطيور التي اعتادت الرجوع الى محلها، يعني زي الحمام مثلا، الحمام يعني الاهل المربى في الابراج المنزليه وكذا، يعني جرت العاده انه يسرح بالنهار وفي الليل يرجع الى مأواه، يعني ويبيت في اخر الليل في مأواه او كذا الى، فهل يصح بيعه؟ حتى هذا النوع أيضا محل خلاف، يعني قال حتى هذا النوع الجمهور منعه حتى من بيعه إلا عندما يرجع ويكون موجود في المحبس ويراه المشتري وهو موجود. لكن بعض الفقهاء يعني قال إذا كان هذا النوع من الطيور من العادة أنه يرجع، ممكن أنه يبيعه وبعدين لما يرجع يتسلمه الطرف. قال: ويدخل، ونفس برضه يدخل في هذا اللي هو بيع البعير مثلا الضال الذي ضل، يعني فقد من صاحبه، وهناك العبد الآبق لو في بيع المماليك وكذا، يعني إذا عبد مملوك هرب من سيده، أو بعير مثلا شرد وضاع من صاحبه. مرات بعض الناس يشتري مثلا هذا العبد الآبق أو هذا البعير الذي ضل فيدفع فيه مقابل على اساس الغالب انه لن يرجع، الغالب انه لن يرجع، يعني فهو يدفع مثلا قيمه قليله، ممكن يكون البعير هذا يسوى مثلا
يعني زي ما ذكرنا هو مثلا يسوى 100 فهو يدفع 10 على اساس انه اذا لم يرجع يبقى راحت عليه ال 10، اذا رجع يبقى دفع 10 واخذ شيء منها. وكل هذا يدخل في الغير المقدور على تسليمه. قال ويدخل في هذا الباب عسب الفحل وهو ماؤه، يعني اللي هو القصد يعني الفحل الذي يلقح الماشيه، الذي يلقح الماشيه. قال والفحل الذكر من كل حيوان فرسا او جملا او تيسا، الماشيه او الخيل او ما اشبهه. قال وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وغيره، لانه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. فان شخص مثلا يعطي شخص عنده مثلا ماشيه اناث يعني، وعنده نوق من الابل يعني اناث، والاخر عنده مثلا ذكر لتلقيح هذه الاناث او كده، فيدفع قيمه لتلقيح مثلا الفحل هذا لهذه الماشيه كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال عسب الفحل خبيث، ثمن الكلب خبيث، فنهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. التعليل يعني كما ذكر بعض الفقهاء علل بانه يعني غير معلوم غير مقدور على التسليم، لا يدرى هل سيلقحها ما يلقحها، ممكن يتقاضى اجره على شيء يعني ما هل ستحمل ما تحمل يعني، فكان يتقاضى اجره على شيء لا يعلم يعني مقابل هذه الاجره او كذا. وبعض الفقهاء يجعل العله يعني ان هذا الشيء يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يرشد يعني الامه الى أن هذا الشيء مما لا يليق يعني تقاضي أجرة عليه، وأنه مما ينبغي أن يكون من المعروف الذي يتبادله الناس بينهم يعني بدون مقابل أو بدون كذا يعني. لا. قال وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجارة ولا بأس بالكرامة. والجمهور الفقهاء قالوا يحرم سواء على سبيل البيع أو على سبيل الإجارة، إما أنه يقول له يعني كأنه باعه ماء الفحل أو أنه أجر الفحل. ممكن بعض الناس يتبع طريقة أخرى في هذا العقد على أنه تأجير، يعني كأنه أجر الفحل لمدة معينة، أجر الفحل مثلا ليلة أو ليلتين على أساس أنه في هذه المدة هو يلقح الماشية، فكأنه يدفع أجرة عن تأجير الفحل لهذا الغرض يعني. فقال الجمهور يعني منعوا هذا لا على سبيل البيع ولا على سبيل الإجارة، لكن سمحوا بالكرامة يعني إن لم يكن هناك شرط بينهم أن يعطيه عوضا عن هذا الشيء، وهو يعني طلب من جاره مثلا عنده فحل زيادة أو كده لتلقيح الماشية فأخذه، بعدين هو بيرجعه مثلا أعطاه يعني هدية أو أعطاه يعني شيء من المال أو كده ليس مشترطا ولا متفقا عليه، فقالوا يجوز قبوله في هذه الحالة لأنه ليس بيعا ولا إيجار، سمى كرامة يعني كأنه إكرامية أو أكرمه بشيء يعني على سبيل الهدية صنع له معروفا وهو رد المعروف بمعروف يعني آخر. قال ولا بأس بالكرامة وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شيء عليه. قال وقيل يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة. يعني ما سبق هو قول الجمهور، قال منع من البيع والإجارة، لكن يقول هناك قول آخر بالسماح بالإجارة مدة معلومة، يعني منعوا البيع، قالوا الأحاديث إنما نهت عن البيع، أما الإجارة فسمحوا بها. قال وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مروي عن مالك ووجه للشافعية والحنابلة. إذا يعني بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة سمحوا بالإجارة ومنعوا البيع. قال وكذلك بيع اللبن في الضرع أي قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة. بيع اللبن في الضرع قبل انفصاله عن الضرع، يعني يحلبه الأول ويكيله أو يشوف مقداره ثم إيه يدفع قيمته يعني، لكن لا يبيعه وهو داخل الضرع، إنه لا يدري ما هو الموجود داخل الضرع، يعني هو الشيء المبيع هنا مغير داخل الضرع، ففيه جهالة وفيه غرر يعني لا يدري المبلغ اللي دفعه هل سيأخذ مقابله أم لا. قال الشوكاني إلا أن يبيع منه كيلا نحو أن يقول بعت منك صاعا من حليب بقرتي، ف
فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة. يعني أم الشوكاني هنا يقول يعني لا يدخل في النهي عن بيع اللبن في الضرع إذا كان البيع بالكيل، يعني مثلا عنده ناقة بها لبن في ضرعها أو بقرة بها لبن في ضرعها أو كذا، فيقول له الصاع مثلا بدولار أو بدولارين، فيحلب منها. هو يعني هو اتفقوا على العقد قبل إيه؟ قبل الحلب يعني، لكن هو في النهاية سيتسلم إيه مقدارا معلوما، إن خرج منها صاع دفع مقابله، وإن خرج أقل أكثر يدفع القيمة بحسب الكمية التي تأخذ. هل هذا يعتبر بيع مؤجل؟ لا، هو التسليم طالما في المجلس يعني يعتبر بيع حال، يعني يعتبر بيع حال إذا التسليم في نفس المجلس، يعني هيدفع ويحلب ويأخذ. قال ويستثنى أيضا لبن الظئر فيجوز بيعه لموضع الحاجة. الظئر اللي هي المرضعة، يعني لإعطاء أجرة للمرضعة مقابل الإرضاع، يعني كما في الآية الكريمة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهنا يعني هذا يسمى لبن الظئر، اللي هو يعني إعطاء أجرة للمرضع مقابل الإرضاع، فيجوز بيعه لموضع الحاجة. يعني هو طبعا إيه تكييف المسألة، يعني هل هي تعتبر بيع للبن؟ فقال يعني حتى لو كيفت بهذا الشكل يعني أنها بيع للبن، هو طبعا لا يدرى المرضع مثلا هل سيأخذ، هو يعطيها أجرة على إرضاع الطفل، هل يعني ما هو مقدار الحليب الذي تدره، هل قليل أو كثير أو كذا، فكان يدفع أجرة ولا يدري القيمة يعني مقدارها بالتحديد أو كذا. لكن هذا النوع يعني إنما هو جائز يعني من أجل الحاجة، يعني مرات خاصة في الأزمان السابقة يعني ما كانش فيه ألبان صناعية ومجففة ولا كذا، يعني كان إذا ولد الطفل مثلا أمه مريضة ولا أمه توفيت ولا كذا، لابد يحتاجون إلى من يرضع هذا الطفل، وقد لا يحصلون على مرضع ترضعه مجانا أو كذا، فهنا للحاجة أن يأتون بامرأة ترضعه بأجرة ويعطونه. وطبعا مذكور في الآية الكريمة اللي هو في حالة الطلاق، يعني في حالة الطلاق ويكون المرأة يعني المطلقة ترضع الطفل وكذا، يعطيها أجرة على الإرضاع. قال وكذا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع. قال وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان، وإنما يعني يجزه أولا ثم يبيعه. قال فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع تمر حتى يطعم، أو هكذا عندكم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في اللبن، رواه الدارقطني. يعني هو اللي ورد في الثمار، يعني عموما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تحمر وتصفار، يعني تصبح إيه صالحة لأن تطعم يعني وتؤكل، يعني فلا يبيع الشيء الثمار يعني التمور أو البلح أو كذا أو أي نوع من الثمار حتى تكون صالحة للأكل والاستعمال أو كذا، لأنها قد يأتيها آفة فتتلفها قبل أن تصبح صالحة للاستعمال. قال والمعجوز عن تسليمه كذلك مثلا السمن في اللبن، يعني هو إلى الآن هو في حالته أنه لبن على أساس أنه سيصنع منه السمن بعد ذلك، يعني تعرفوا اللبن بعد ذلك يصنع منه السمن، فهو يبيع السمن الذي سيخرج عن هذا اللبن أو ينتج عن هذا اللبن، يعني هو الآن ليس سمنا، هو كمية لبن فيبيعه ما سينتج عنها من السمن، فقد ينتج عنها قليل أو كثير أو كذا إلى آخره. فكل هذه الأنواع من البيوع يعني لما فيها من الجهالة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أن الشيء يكون معلوما حتى لا يفضي الأمر إلى تنازع بين الناس ويشتري شيئا ويدفع قيمته ثم يتبين أنه خدع وأخذ شيء لا يستحق هذه القيمة. قال والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقوف فلا ينعقد بيعهما. احنا قلنا ايه من شروط صحة المبيع
أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً. حساً هو ما سبق، اللي هو الطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق، وكل هذا سموه له غير مقدور على تسليمه حساً. هناك غير مقدور على تسليمه شرعاً، يعني هو الشيء موجود حساً يمكن أن يسلمه حساً، لكن لو سلمه يكون آثماً يعني ومحرماً عليه أن يسلمه في هذه الحالة. زي شخص مثلاً اشترى شيئاً ورهن ولم يدفع ثمنه، ورهن شيئاً من ممتلكاته مقابل الدين الذي عليه، فإذاً لا يصح له أن يبيع هذا الشيء المرهون، لأنه يتعلق به حق للإيه؟ يتعلق به حق للدائن. لو عجز عن سداد الدين، فالدائن له حق في هذا الشيء المرهون أن يبيعه ويستوفي منه حقه ويرجع له الباقي. فلو شخص مثلا بيته مرهون أو سيارته مرهونة بسبب دين عليه لشخص من الناس، فالآن لا يصح أن يبيع هذا البيت المرهون أو هذه السيارة المرهونة، يروح يبيعها لشخص آخر، لأنه شرعا لا يجوز له أن يتصرف في هذا الشيء المرهون، لأنه يتعلق به حق للدائن. واضح؟ قال وكذلك الموقوف، يعني لو شخص جعل بيته وقفا للفقراء أو للمساكين أو لأي جهة من جهات الخير والبر، بحيث أن هذا البيت الذي هو فيه الأجرة التي تخرج عنه تنفق في هذه الوجوه، وأنه لا يباع. يعني لو شخص جعل بيتا من بيوتها أو أرضا يملكها أو كذا، جعلها وقفا لله تعالى، فمعنى الوقف أنها لا تباع، وأنه مثلا إذا كان شيء يؤجر فالأجرة تنفق في الوجوه التي حددها، أو إذا شيء مثلا يزرع أرض تزرع فما يخرج عنها من الزرع يفرق في الوجوه التي حددها. من حق الواقف أن يشترط سكن الوقف هذا مدة حياته، مثلا ممكن إنسان يجعل بيته وقفا لله تعالى، لكن بشرط أنه له أن يسكنه مدة حياته، ثم بعد ما يموت يبقى هذا البيت يؤجر والأجرة تنفق مثلا في الوجه الذي حدده. ممكن يجعله وقف على المساكين، على الأيتام، على للإنفاق على مسجد معين، للإنفاق على أي باب من أبواب الخير. فإذا شخص وقف مثلا بيته هذا هو الآن يسكنه، يعني بحسب شرط الواقف أنه اشترط أن يسكنه، لا يجوز له أن يبيعه، مع أنه مقدور على تسليمه حسا. يعني هو الآن هو ساكن في بيته والبيت مسجل في الأوراق الرسمية أنه هو مالك البيت، لكن طالما هو وقفه لله لا يجوز أنه يبيعه يعني. قال ويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان. قال بعض العلماء قالوا لا يجوز إذا بهيمة ولها مولود، لا يجوز أن يبيع البهيمة بدون المولود أو المولود بدون البهيمة. بعض العلماء منع من هذا، قال أن هذا تعذيب للحيوان بالتفريق بينهم. والفريق الآخر من الفقهاء قال ويرى بعض العلماء جواز ذلك قياسا على الذبح وهو الأولى. الفريق الثاني من الفقهاء قال طب إذا كان شرعا يجوز أنه يذبح البهيمة ويأكلها حتى لو لها مولود، مش واجب عليه شرعا أنه يبقيها لغاية ما ابنها يكبر، وحتى المولود نفسه يجوز ذبحه، ممكن يأكل مثل العجل الصغير ولا الشاة الصغيرة أو كذا ممكن تذبح وتأكل. فقال طالما أنه يجوز أنه يذبحها ويأكلها فبالتالي يجوز أن يبيعها، فصلها عن فصلها نبيعها لشخص غني فهو جائز يعني. المؤلف يرد هذا، نعم هذا إذا دعت الحاجة إليه. نعم طبعا إذا كان مستغنيا نعم. قال وأما بيع الدين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين أي المدين، يعني يبدله بشيء آخر، يعني بمعنى مثلا شخص مدين لك مثلا بألف دولار،
مثلا زيد مدين لك بألف دولار وعليه انه يسلمها، مثلا جاء موعد التسليم وكده وعليه ان يسلمك ألف دولار، فهو الان مثلا ما عندوش دولارات كافيه لكن عنده تمر او عنده ملابس او عنده كده، فممكن ايه تقول له طيب بالألف دولار التي لي عندك اعطني بها ايه ملابس او اعطني بها تمرا او اعطني بها كده، فكانه الان ايه باع الدين للمدين نفسه، يعني هو زيد المدين هذا عليه ألف دولار، فانت ايه قلت له بدل الألف اعطني بها ملابس او اعطني بها كده، فجمهور الفقهاء ذهبوا الى جواز هذا يعني، او هو مثلا الدين اللي عليه قد يكون ملابس فتقول له اعطني بها تمرا او اعطني بها نقودا. واما بيعه الى غير المدين، طيب هل يجوز بيع الدين الى غير المدين؟ يعني مثلا انت لك مثلا 100 صاع تمر عند زيد، فهل يجوز انك تروح تبيعها لعمرو، تروح تبيع لعمرو تاخذ منه مثلا 100 دولار وتقول له ايه يعني هذه قيمه ال 100 دولار هذه مقابل مثلا 100 صاع تمر عند زيد، يعني وتحول الدين ايه تقول لزيد بدل ما تسدد لي اعطيها لفلان، فتبيع الدين لشخص اخر يعني. بيعه إلى غير المدين، فقد ذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته لأن البائع لا يقدر على التسليم. الآن أنت مثلا لك 100 صاع عند زيد، فزيد هذا قد لا يسدد في الموعد، قد يماطل، قد كذا، فأنت الآن بعت التمر الذي يعني هو ليس موجودا عندك وأنت غير قادر على التسليم. قال ولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيضا، لأن شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطا فاسدا يفسد به البيع. حتى لو اشترطنا على زيد اللي هو المدين بالتمر هذا أنك تسلم البضاعة لعمرو مثلا الذي اشترى، فقالك الآن أنت تشترط على غير البائع يعني، والشرط إنما يكون على البائع وليس على غيره. القول الآخر في المسألة اللي هو جواز بيع الايه، جواز بيع الدين يعني من غير من هو عليه، جواز بيع الدين من غير من هو عليه، لكن لهم بعض التفصيلات يعني في مسألة الأصناف الربوية بالذات، يعني إذا كان الدين هذا صنف من الأصناف الربوية، إذا كان الدين مثلا دولارات فهل يجوز أن يبيعه بدولارات؟ يعني مرات شخص مثلا زيد مدين لك بألف دولار، هل يجوز انك تروح تبيعها لعمرو 500 مثلا نقدا، لان هو مثلا 1000 دي عليه انه سددها بعد سنه، فممكن تروح مثلا لعمرو وتقول له انا ليا 1000 عند زيد حافظها بعد سنه، اعطني الان 500 وانت بقى روح خذ ال 1000 مثلا منه بعد سنه، او قد يكون مماطلا في السداد او قد يكون كده. فال يعني الفريق الثاني من الفقهاء المالكية ومن وافقهم من الشافعية وكذا انهم قالوا بجواز بيع الدين ممن هو من غير من هو عليه، بس وضعوا شروطا في مسألة الأصناف الربوية وكذا يرجع يعني. لكن ممكن مثلا يكون أشياء اللي هي غير ربوية يعني مما يصح تبادلها مع التفاضل، أو فهذه يكون الأمر فيها أسهل يعني. يكون مثلا شخص مدين لك بتمر فتبيعه مثلا بملابس، أو تاخذ ملابس من شخص وتقول له تسلم مقابل قيمتها تمرا من فلان او كذا، فهذا اجازه المالكيه. قال الخامس ان يكون كل من المبيع والثمن معلوما، فان كان مجهولين، احنا انتهينا كده من الشرط الرابع اللي هو عدم القدره على التسليم، من شرط المبيع ان يكون مقدورا على تسليمه. الشرط الخامس أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما، فإن كان مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر. عرفنا معنى الغرر إنه إيه؟ يعني الغرر يعني بمعنى المقامرة، أو كما ذكرنا يعني إنه يدفع شيء ومش عارف حتى ماذا سأخذ مقابله، ممكن لا تأخذ شيئا أو تأخذ شيئا لا يسوى ما دفعت، لو انك شفته في البدايه ما كنت لتدفع هذه القيمه في هذه البضاعه لو انك شفتها في البدايه. فالجهاله ان يكون احد العوضين او كلا العوضين مجهولين.
فلا يصح لما فيه من غرض، والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين، ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف. بيع الجزاف اللي هي مثلا كمية من التمور أو كمية من يعني مما يكال أو يدخر، مما يكال أو يوزن أو كذا، فأمامك يعني مثلا كومة من التمر لا يعلم إيه مقدار كيلها، يعني شخص مثلا عنده محصول تمر وجمع التمر وأمامك كومة هكذا من التمور أمامك، يقول لك الكومة اللي أمامك هذه اللي أنت شايفها أنا ببيعها مثلا $1,000، فهنا يعني من غير أن تكيلها، مش يقول لك مثلا الصاع مثلا بدولارين ولا كذا وتكلها وتشوفها تطلع كم صاع أو توزنها أو كذا، وإنما يعني يقول لك الكومة اللي أمامك ما فيش معهم لا ميزان ولا آلات يعني تقدير أو كذا، أو حتى موجودة ولا يريدون استعمالها، يعني هو بيبيعها على وضعها هكذا، يقول لك شايف الكومة اللي أمامك هذه $1,000، فأنت قبلت يعني واشتريت، هذا جائز، فهذا جائز يعني إذا رأيتها، بحيث أنك إذا رأيتها أنت ستقدرها، يعني إذا رأيتها فأنت شايف الكومة أمامك مثلا فأنت تقدر يعني الكومة دي يعني مش هتقل عن مثلا عن مقدار كذا، فتكون مطمئنة أنك وأنت تدفع الثمن أنك أخذت يعني إيه ما يرضيك يعني. قال والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزيف اللي هي كومة الطعام مثلا، بحيث لا تعلم مقدارها تحديدا لكن رأيتها أمامك وتستطيع أن تخمن يعني وتقدر وزنها أو حجمها. قال أما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين، يعني المبيع مرات يكون شيئا معينا يعني حاضرا في مجلس العقد، ومرات الشيء المبيع يكون في الذمة يعني ليس حاضرا في مجلس العقد، تستدفع الثمن والبضاعة ليست حاضرة في مجلس العقد، فهذه البضاعة التي في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين، والثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل. يعني مثلا إذا كان تمرا يكون معلوم، مثلا أنت الآن تشتري تمرا ليس حاضرا في المجلس، تشتري من بائع التمور تمرا ليس حاضرا في المجلس، فتتفق معه على القدر والصفة، يعني هو التمر هذا من النوع الفلاني، وتذكر مثلا أسماء أنواع التمور، في تمر شاف سكري وبرحي وصفري وكذا وكذا، فتتفق معه على نوع التمر وعلى كميته، كم صاعا مثلا من التمر، وعلى أي صفة يعني يمكن أن يتأثر الثمن يعني المدفوع تأثرا كبيرا باختلافها، لابد أنها توضح في العقد حتى لا يحصل. بالنسبة للثمن اللي هو مثلا دنانير أو دراهم أو دولارات أو كذا، فيبين يعني صفتها وقدرها، أنها مثلا دولارات أمريكية أو مثلا ريالات سعودية، فيبين يعني نوع العملة ومقدارها، مثلا كم عدد هذه الدولارات، 1000 ولا 2000 ولا كذا، ويبين الأجل أنك ستسدد مثلا الثمن إذا كان الثمن ليس حاضرا في مجلس العقد، فيحدد الأجل أنك ستسدد هذا الثمن خلال شهر أو خلال أسبوع أو بعد يوم أو بعد يومين. قال أما بيع ما غاب عن مجلس العقد وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر وبيع الجزاف، فلكل واحد من هذه البيوع أحكام نذكرها فيما يلي. بيع ما غاب عن مجلس العقد. قال يجوز بيع ما غاب عن مجلس العقد بشرط أن يوصف وصفا يؤدي إلى العلم به، ثم إن ظهر موافقا للوصف لزم البيع، وإن ظهر مخالفا ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو رده، يستوي في ذلك البائع والمشتري. روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعت من أمير المؤمنين عثمان
رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيمة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه. أخرجه الدارقطني والبيهقي. شخص مثلا عنده مثلا أرض في مكان فيبيعها بأرض للطرف الآخر في المكان الآخر، أو زروع في هذا المكان يبيعها بزروع في المكان الآخر وكذا، لكنها توصف وصفا يعني يزيل عنها الجهالة يعني، ويكون الطرف الآخر بالخيار إذا رآه ووجده مخالفا للوصف الذي وصف، فله الحق أن يقبله لو ظهر أنه أقل يعني من الصفة التي وصفت له، إما أن يقبله على حاله أو أن يرده. وفي حاجة اللي اسمها الأرش برضه ممكن يأخذ فرق القيمتين إذا تراضيا عن ذلك. قال: بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر. قال: وكذا يجوز بيع المغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها بالعادة والعرف، وذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية المعبأة في القوارير وأنابيب الأكسجين وصفائح البنزين والغاز ونحو ذلك مما لا يفتح إلا عند الاستعمال لما يترتب على فتحه من ضرر أو مشقة. يعني شخص مثلا يشتري أطعمة معلبة يعني، فهي الآن مغلفة ومعلبة في مثلا في صفائح مغلقة ومحكمة الغلقة وأكياس مغلقة، فهو بيشوف مثلا الأكياس المغلقة أمامه ويشتري الطعام الذي فيه وهو لم يفتحها، ممكن يفتح نموذج منها يطلع عليها، لكن الكمية الباقية مثلا فهو لم يفتحها لكنه يشتريها بناء على الوصف. ممكن الوصف هذا إما أنها وصفت له أو أنه رأى نموذجا منها يعني، رد الفقهاء إذا صمم بيع النموذج يعني اللي هو يعني يطلعه على نموذج منها وكل الباقي مثل هذا يعني، فهذا يعتبر نوع من الوصف أنه طلع على نموذج والباقي يعني مثل هذا فيشتري. قال: ويدخل في هذا الباب، فكل هذا يجوز يعني، القصد يعني هو الفكرة في هذا الموضوع اللي هو رفع الجهالة يعني، فمتى ما ارتفعت الجهالة بالوصف أو بالرؤية أو برؤية المثال أو فصح البيع، أما إذا وجدت الجهالة فينهى عن هذا. قال: ويدخل في هذا الباب ما غيبت ثماره في باطن الأرض مثل الجزر واللفت والبطاطس والقلقاس والبصل وما كان من هذا القبيل، فإن هذه لا يمكن بيعها بإخراج المبيع دفعة واحدة لما في ذلك من المشقة على أربابها، ولا يمكن بيعها شيئا فشيئا لما في ذلك من الحرج والعسر، وربما أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها، وإنما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على حالها. يعني شخص عنده مثلا قطعة أرض مثلا 10 إيكر ولا مزروعة بطاطس مثلا، فهو يبيع البطاطس الموجودة في هذه الأرض مثلا بمبلغ $1,000 مثلا ولا $2,000 ولا كذا. البطاطس هذه مثلا طبيعتها أنها تكون مغيبة داخل الثمرة مدفونة في التراب، الثمرة مدفونة في التراب، فهو الآن يبيعها وهي مدفونة داخل التراب، فهذا يعني لرفع الحرج فهو يجوز أن يشتريها. ممكن يطلع على مثال أو يستخرج بعض الحبات يعني ويرى نوعيتها وتوصف له ويوصف له الباقي ويشتريه على حاله، فيقول لأن هناك يعني حرجا وعسرا يعني لا يمكن إخراجها دفعة واحدة، ومنها مثلا ممكن تنضج شيئا فشيئا ويستدل على نضجها مثلا بعلامات أو كذا، فكل ما نضج منها يخرجه، ولا يمكن هو يبيع يظل يبيع كل ما يطلع كمية صغيرة يبيعها وبعدين يطلع كمية صغيرة ويبيعها، فيكون هناك حرج على البائع، فلو يريد يبيع الصفقة كلها مرة واحدة تجب جملة وكذا، يعني لرفع الحرج فيكتفى في هذه الحالة يعني بوصفها على حالها يعني.
قال وإذا ظهر أن المبيع يختلف عن أمثاله اختلافا فاحشا، يعني هو مثلا عنده حقل مزروع بالبطاطس وأطلعه على بعض الحبات مثلا التي نضجت وجهزت، ويقول له الباقي يعني على هذا النمط يعني من نفس هذه النوعية، فإذا اتضح أن الباقي من نفس النوعية فعلا أو وكذا فالبيع صحيح. يقول إذا ظهر أن الكمية الباقية يعني مثلا أطلعه على بعض النماذج يعني هذه النوعية ممتازة وهو مخصصها عشان يفرج عليها الزبون يعني، وبعد كده الكمية الأخرى التي هي الغالب من نوعية رديئة ليست هي نفس النوعية التي تعاقد عليها، فإذا اختلفت اختلافا فاحشا ويوقع الضرر بأحد المتعاقدين ثبت الخيار، فإن شاء أمضاه وإن شاء فسقه. فإذا اكتشف أن بقية الكمية على خلاف الصفة له الحق في فسخ العقد. قال كما في صورة ما إذا اشترى بيضا فوجده فاسدا فله الخيار في إمساكه أو رده دفعا للضرر عنه. زي اللي بيشتري البيض وبيشوف ظاهره هو لا يدري ما في داخل البيضة، يعني مش معقول يفقسها بيضة بيضة يشوف سليمة ولا خربانة. فإذا اشترى كمية بيض على أساس أنها سليمة ثم اتضح أنها تالفة من الداخل فله الحق في ردها. يعني في الحاشية تحت قال هذا مذهب المالكية وهو الذي رجحه ابن القيم في إعلام الموقعين، ومذهب الجمهور بطلان البيع في هذه الصورة لما فيها من الغرر والجهالة المنهي عنه، والأحناف جوزوا البيع وأثبتوا الخيار عند الرؤية. ده اللي هو في موضوع بيع المغيبات في الأرض وبيع. قال بيع الجزاف، هذا يعني نوع من البيوع التي يتعلق بها الكلام عن الجهالة يعني. قال بيع الجزاف، قال الجزاف هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل، وهذا النوع من البيع كان متعارفا عليه بين الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها إلا بالحزر والتخمين. الحزر اللي هو التقدير يعني والتخمين، من الخبراء وأهل المعرفة الذين يعهد فيهم صحة التقدير فقل ما يخطئون فيه، ولو قدر أن ثمة غررا فإنه يكون يسيرا يتسامح فيه عادة لقلته. واضح؟ فيقول يا مسألة بيع الجزاف اللي هو يعني كميات الأطعمة يعني من غير كيل لها يعني كوم الطعام مثلا كده، فكانوا يعتمدون في هذا على التقدير من أهل الخبرة، فهناك ناس عندهم خبرة مجرد ما يطلع على الكمية يطلع عليها ويقول لك هذه في حدود مثلا كذا، هذه يعني ما بين مثلا 900 إلى 1000 مثلا صاع مثلا أو كذا، فيقدر لك هذه الكمية فأهل الخبرة يقدرونها. فيقول لو اتضح ان هناك يعني غررا، لو التقدير لم يصب تماما ممكن تنقص شيئا قليلا أو تزيد شيئا قليلا مما يتسامح الناس فيه عاده يعني، اذا التقدير من اهل الخبره، فلذلك المشتري يعتبر كانه كاله يعني، وفر وقته ووقت البائع، لان الفرق يعني يمكن الوقت الذي يقضيه في وزن هذه الكميات وكلها وكذا يعني لا يستحق الفرق اليسير هذا، لا يستحق يعني الجهد الذي يبذل فيه. قال ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على بيع الجزاف ونهى عن البيع قبل النقل فقط. يقول كانوا يبيعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فكان يحصل أحيانا أن المشتري يشتري كمية من الطعام
من البائع ثم يبيعها لغيره وهي لسه لا تزال عند البائع، يعني لم ينقلها المشتري إلى حوزته. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني اللي اشترى طعاما جزافا لا يصح إذا هو اشتريه لنفسه خلاص يشتريه لنفسه، إذا اشتريه من أجل أن يبيعه لغيره لابد أن ينقله من عند البائع الأول، يعني ينقله من عند البائع الأول ويقبضه ثم يبيعه هو لغيره إذا أراد. فقال إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، نهى من اشترى الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله، واضح؟ وفي بعض الروايات يعني حتى يكيله، انه يعني لا يبيعه الا بعد ما هو ايه يستوفيها او يقبضها، لان الكيل طريقه في القبض، يعني في قبض هذا الطعام ويكيله لنفسه. فاذا شراؤه لهذا الطعام الجزاف لم ينهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لم يقل ان البيع اصلا فاسد، وانما صحح البيع وامر المشتري بنقله الى مكان اخر. والاسهم، نعم، الاسهم، بيع أسهم الشركات، فأسهم الشركات يجوز بيعها أيضا أنها تقوم قيمتها في السوق وتباع بقيمتها السوقية، موجودة إن شاء الله. إذا كانت أسهم في شركات حلال يعني تعمل في مجالات حلال، بس أيضا إيه يعني لابد أنها تدخل في حوزته أولا قبل أن يبيع، يعني في بعض أنواع المعاملات في البورصة أنه يبيع شيئا هو لسه ما اشتراه أساسا، وفيها نوع من المقامرة ولا يدري هل سيتمكن من شرائها أو ما يتمكن من شرائها أو كذا. فإذا لكن الكلام إذا الشخص يعني اشترى أسهما ودخلت في ملكه وحوزته ثم باعها لغيره فهو حلال إن شاء الله. السمسار، السمسار إذا هو يعني يتقاضى أجرة على الوساطة بين شخصين لا بأس، لا يكون على أنه هو البائع، يعني إذا شخص مثلا سمسار بين البائع والمشتري فيوصل البائع بالمشتري واتفق معه انه هياخذ 10% من الصفقه او ياخذ اجره معلومه ويوصل هذا بهذا، زي سمسار البيوت، يعني هو شخص عنده بيت يبحث عن مشتري وشخص يبحث عن بيت ليشتريه، فيجي وسيط بين الطرفين، يعني كل صاحب البيت انا اجيب لك مشتري واخذ مثلا ايه منك 1% من قيمه الصفقة 2% أو 5%، ويروح للمشتري يقول أنا عندي بيت مثلا ممتاز وكذا، إذا أعجبك واشتريته أخذ مثلا منك مبلغ كذا مقابل دلالتك على البيت، فهذا جائز يعني. فنفس الشيء برضه في أي نوع من البيوع، إذا كان سمسارا يتقاضى أجرة من البائع أو أجرة من المشتري مقابل دلالته، بس ما يبيع على أنه هو المالك، يعني ما يروحش على أنه مالك البيت ويبيعه وهو لا يملكه. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على بيع الجزاف ونهى عن البيع قبل النقل فقط. قال ابن قدامة رحمه الله يجوز بيع الصبرة جزافا، والصبرة هي الكومة من الطعام، الصبرة هي كومة الطعام، يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها، يعني لا يعلمون هذه الكومة بالضبط يعني كم صاعا تكون، لكنه رآها بعينه، يعني رأى الكومة واشتراها بعد رؤيتها. قال السادس أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة، وفي هذا تفصيل نذكره فيما يليه. يقول أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة، يعني شخص مثلا اشترى بضاعة ويريد أن يبيعها لغيره فلابد أن يقبضها أولا من البائع الأول قبل أن يبدأ في بيعها للثاني، يقبضها أولا من البائع الأول قبل أن يبيعها للثاني، يتسلمها أولا من الأول ثم يبيعها للثاني. قال وفي هذا تفصيل نذكره فيما يلي. يجوز بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده،
يبقى هذا مثال يعني في انواع من يعني من طرق التملك ليست بمعاوضه، يعني هو ما دفعش حاجه في مقابلها، زي الميراث. يعني الشخص مثلا مات ابوه وترك له ايه؟ ارضا ميراث. فيقول الاشياء اللي هي الملك فيها او اوصى له بعض اقاربه مثلا بشيء او كده، فالملك فيها لم يحصل بمعاوضه، فهذا يجوز بيعه قبل القبض وبعده. الذي لم يحصل بمعاوضه يجوز بيعه قبل ان يقبضه، ممكن يبيعه قبل ان يقبضه. وكذلك يجوز لمن اشترى شيئا ان يبيعه او يهبه. عندكم هذه اول ان او يتصرف، عشان في نسخه فيها ان خلوها اول، او يتصرف فيه التصرفات المشروعه بعد قبضه. من اشترى شيئا له ان يبيعه او يهبه او يتصرف فيه التصرفات المشروعه، لكن ايه؟ بعد القبض، يقبضه اولا. اما اذا لم يكن قبضه فانه يصح له التصرف فيه بكل نوع من انواع التصرفات المشروعه ما عدا التصرف بالبيع. يعني يجوز ان يهبه مثلا، يعني ممكن لان الهبه لا يشترط فيها ان يكون الشيء معلوما، يعني الشخص الذي وهب له، يعني اشتريت شيئا وقبل ان تقبضه وهبته، اعطيته هديه لصديق لك، وممكن تقول له انت روح استلمه من الايه؟ من البائع. فهذا مسموح به لا باس، لكن ما ينفعش انك تبيعه الا ما تقبضه اولا ثم تبيعه. فاذا التصرفات غير البيع كالهبة والصدقة وكذا ممكن تتصرف فيه قبل أن تقبضه، لكن إذا أردت أن تبيعه لابد أن تقبضه أولا. أما صحة التصرف فيما عدا البيع فلأن المشتري ملك المبيع بمجرد العقد، ومن حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه البخاري. يعني الشيء الذي اشتريته حتى وهو لسه عند البائع فهو أصبح مال المشتري، أصبح مال المشتري حتى لو لم تقبض، لكن يعني لك أن تتصرف فيه بغير البيع. إذا أردت التصرف بالبيع لابد أن تنقله أو تستوفيه، زي ما ورد في الحديث نهى يعني لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا الجزاف قبل أن ينقلوه، أو قال نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه. قال: أما التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوز، إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول فيكون بيع ضرر، وبيع الغرر غير صحيح. يعني إذا اشتريت شيئا وهو لسه عند البائع ما نقلته إلى يعني مخزن يخصك أو قبضته، وسيأتي معنى القبض، يعني القبض في كل شيء بحسبه. يعني إذا كان مثلا عقارا قبضه في استلام مفاتيحي أو وثيقة الملكية أو كذا، إذا كان أو يخلي بينك وبينه، إذا كان طعاما تكيل الطعام أو تنقله إلى مكان آخر أو كذا. فيقول يعني لماذا لا يجوز أن الإنسان يشتري شيئا ثم يبيعه قبل أن يقبضه من البائع الأول؟ يقول: لأنه قد يكون هلك عند البائع الأول، يروح المشتري الثاني يتسلمه من الأول فيجده هالكا. قال: سواء أكان عقارا أم منقولا. وتحت في الحاشية قال هذا، قال: مثل الأرض عقارا، اللي هو مثل الأرض والمنازل والحدائق والشجر، أو منقولا، وسواء أكان مقدرا أم جزافا. سواء شيء يعني مكيل معروف مثلا كمية، هذه مثلا أنها 100 صاع أو 200 صاع، يعني البائع الأول كلها وعرف مقدارها أو كذا، أو أن هي كانت جزافا يعني غير مكيلة أو غير موزونة لا يعلم مقدارها. ففي الحالتين لا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه قبل أن يقبضه، لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم. قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، فلا تبعه حتى تقبضه. قال وروى البخاري ومسلم أن الناس كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أي يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم، حتى يؤوه إلى رحالهم. كانوا يضربون يعني تعزيرا، يمكن مر بنا لما تكلمنا عن التعزيرات وكذا، فهذا من باب التعزير يعني والتأديب. فكان من باع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، فصار من فعل ذلك يعني يؤدب أو كذا على أنه يشتري طعاما جزافا ثم يبيعه قبل أن ينقله من عند البائع الأول، حتى يؤوه إلى رحاله، ينقله من عند البائع الأول وينقله إلى إيه؟ إلى مكانه، مكان اللي هو المشتري الذي سيصبح بعد ذلك إيه؟ بائعا. ويستثنى من هذه القاعدة جواز بيع أحد النقدين بالآخر قبل القبض. توضيحه ما سيأتي. قال فقد سأل ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الإبل بالدنانير وأخذ الدراهم بدلا منها فأذن له. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان دينار الذهب، الدينار اللي العملة الذهبية بيساوي 10 دراهم فضية، يعني الدينار الذهب بيساوي 10 دراهم من الفضة، يعني سعر الصرف كان مرات 10 ومرات 12، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين كان يتراوح ما بين 10 إلى 12، يعني بعضهم. فمثلا الدينار ب10 دراهم، فشخص باع مثلا بعيرا ب10 دنانير مثلا، فلما راح يتسلم قيمة البعير مثلا 10 دنانير، فالبائع ما عندوش دنانير، عنده دراهم فضة، فقال له ما عنديش 10 دنانير، خذ 100 درهم بدل 10 دنانير، فأخذ دراهم مكان الدنانير، فهذا جائز، يعني أخذ دراهم عوضا عن الدنانير بحسب سعر الصرف الموجود في السوق يعني، فهذا جائز يعني. فهذا جواز بيع أحد النقدين بالآخر قبل القبض، يعني هو الآن لم يقبض الدنانير، أنت لك دنانير عند شخص، فأخذت ما بدلتها بدراهم قبل أن تقبض الدنانير، فهذا جائز. قال معنى القبض. قال والقبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه على وجه يتمكن معه من الانتفاع به فيما يقصد منه، فيما يقصد يعني الانتفاع المقصود من هذا العقار، كزرع الأرض، إذا كان العقار هذا أرضا زراعية يمكن الانتفاع منها بزراعتها، فإذا يكون المشتري قد قبض الأرض إذا مكنه المال البائع من زراعته. وسكن المنزل، إذا كان المبيع منزلا سكنيا فقبضه بتمكينه من سكنه، والاستظلال بالشجر أو جني ثماره، إذا كان المبيع شجرا فيمكنه من الاستظلال به إذا كان يقصد للظل، أو من جني ثماره إذا كان هذا الشجر يقصد للثمار يعني، ونحو ذلك. فهذا القبض في العقار. والقبض فيما يمكن نقله كالطعام والثياب والحيوان ونحو ذلك يكون على النحو الآتي: أولا باستيفاء القدر كيلا أو وزنا إذا كان مقدرا، أنه يعده أو يحصيه إذا كان مكيلا أو موزونا فيتأكد من سلامة الوزن والكيل، يكيله يتثبت منه. ثانيا بنقله من مكانه إن كان جزافا، إذا كان جزافا ينقله من المكان. إذا كان المبيع هذا مكيلا أو موزونا فهو باع له مثلا 100 صاع، فيتأكد عدها ويتأكد أنها 100 صاع فيكون بهذا قبضه. إذا كان المبيع جزافا يعني كومة طعام فإنه ينقلها، إنه ممكن يتركها عند البائع، ممكن البائع
ياخذ منها وهو اصلا ما قالوش مقدارها كام. اذا راح يقول له لا ده الكومه نقصت ولا زادت، ما كانتش معدوده يعني، فقبضها بان ينقلها. ما ينفعش هو يروح يبيعها لشخص اخر، ممكن الثاني يروح يستلم الكومه يلاقي كومه صغيره، الثاني يقول لا ده كانت كومه كبيره، كانت كومه صغيره، ما كانش في اتفاق بينهم على وزن. فاذا كان فلا بد في الجزاف ان ينقله، اللي هو المشتري ينقله الى مكانه اذا اراد ان يبيعه لاخر. اذا كان مكيلا او موزونا فانه يتاكد من الكيل والوزن ومطابقته لما عقد عليه الصفقه. ثالثا يرجع الى العرف فيما عدا ذلك، يعني قبض كل نوع من الانواع يرجع فيه الى العرف، لان هذا الامر يعني موضوع القبض هذا من الامور اللي هي العرفيه يعني التي يرجع فيها الى اعراف الناس بحسب كل شيء. يعني مثلا الان مثلا بيع السيارات، كيف يقبض السياره مثلا اذا اشترى سياره؟ بحسب مثلا اعراف البلد، اذا كان البلد مثلا حتى يعتبر قد قبض السياره انه مثلا يتسلم مفاتيحها ويعطيه مثلا التايتل ورخصة الملكيه موقعا عليها مثلا، يبقى كده ايه قبضها مثلا. اذا لم يفعل هذا لا يكون ايه قبضها مثلا، وهكذا. قال والدليل على ان القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه اذا سميت الكيل فكل، اذا سميت الكيل فكل، يعني اذا ايه اذا اشتريت يعني كميه من الطعام او كذا او من المكيلات وسميت كيل، يعني عرفت ان اشتريت مثلا 100 صاع فكلها، تاكد انها 100 صاع، او بعت 100 صاع فكلها للمشتري 100 صاع. فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكيل، ومثله الوزن لاشتراكهما في ان كل منهما معيار لتقدير الاشياء. الكيل هذا معيار لتقدير الحجم، والوزن اللي هو ايه تقدير يعني يسموه الثقل يعني الحجم. فبالتالي كذلك الوزن، يعني اذا اشتريت مثلا 10 كيلو او 10 باوند او كذا فلا بد ان تزنها، او البائع يزن الشيء الذي يبيع، او المشتري يزن الشيء الذي يشتري. واذا كانت مكتوبه كما في حال البائع ملصقات يعني. نعم، هنا العرف ايضا يقوم، يعني اذا كان مثلا جرت العاده في الاشياء اللي هي المغلفه او المعلبه ومكتوب عليها مثلا وزنها فهي قد وزنت من قبل، يعني اذا البائع كانه وزنها ووضع عليها علامه تفيد ان هذا الكيس او كذا وزن ووجد ايه وزنه مطابقا لهذا المقدار، يعني فتعتبر كانها وزنت. قال ومثله الوزن لاشتراكهما في ان كل منهما معيار لتقدير الاشياء، فوجب ان يكون كل شيء يملك مقدرا يجري القبض فيه باستيفاء قدره سواء اكان طعاما ام غير طعام. قال ودليل وجوب النقل من مكانه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. قال وليس هذا خاصا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره كالقطن والكتان وأمثالهما إذا بيعت جزافا لأنه لا فرق بينهما. أما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص فيرجع فيه إلى عرف الناس وما جرى عليه التعامل بينهم. وبهذا نكون قد أخذنا بالنص ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فيه. واضح؟ إن شاء الله. طيب قال حكمته. قال وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها زيادة على ما تقدم أن البائع إذا باعها ولم يقبضها المشتري فإنها تبقى في ضمانه، فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشتري، فإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشيء لم يتحمل فيه تبعة الخسارة.
وفي هذا يروي يعني واضح، يقول الآن إذا المستلم لم يقبض الشيء وهو لا يزال في حوزة المالك البائع، يعني لا يزال البضاعة في حوزة البائع والمشتري لم يقبضها، يقول لو تلفت وهي في حوزة البائع فالبائع هو الذي سيتحمل الخسارة، لأن هي الخسارة اللي تكون قبل التلف اللي قبل القبض هذا يتحمله البائع. فإذا لا يصح للمشتري أن يبيعه ويربح فيه وهو ضامن أنها أي خسارة هو لن يتكفل بها، سيتكفل بها اللي باع له من قبل يعني. فكأن هذا فيه ظلم للبائع الأول، لأن هو يتحمل الخسارة ولا يستفيد من الأرباح. يعني أيضا قد يجد في نفسه عندما يجد مثلا هو باع الحاجة، يعني برضو هذه حكمة يذكرها بعض الفقهاء، يعني البائع الأول مثلا باع الطعام وهو موجود عنده، لسه موجود في المحل عنده، هو باعه مثلا باع كمية مثلا بألف والبضاعة لسه عنده، وبعد شوية يلاقي جاي إيه الزبون ياخذها منه دفع فيها 2000 للوسيط اللي هو يعني هو باعها ب1000 لزيد، وزيد راح باعها ب2000 لعمرو، وعمرو ده جاي ياخذها من البائع الاول اللي هو، فيجد الحاجه اللي هو باعها ب1000 جاي تؤخذ من عنده ب2000، استفاد منها شخص لم يتحمل فيها اي خساره ولا تحمل فيها وكذا. فحتى هذا قد يفضي ايضا الى ان يفسخ الايه البائع العقد اللي هو مع زيد، لما يلاقي عمرو جاي ياخده يساله مش هو باعه زيد، فلاقي شخص اخر جاي ياخذ الحاجه من عنده فيساله مثلا بكم اخذتها؟ يقول له اخذتها ب2000، فيقول له طب انا اعطيها لك ب1500، ويفسخ البيع الاول وبيع حد الثاني، او يعطيها له كما هي ويجد في صدره انه مثلا غبن في هذا البيع او كده. فاللي اشترى شيء عليه ان ينقله يعني من مكانه. فيقول البائع إذا باعها ولم يقبضها المشتري فإنها تبقى في ضمانه، فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشتري، فإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشيء لم يتحمل فيه تبعة الخسارة. وفي هذا يروي أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا عندكم ولا فيه عن أن يمكن عندي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن عندي زيدة يعني. يروي أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كان ذكر اسم الصحابي أو كذا ساقط من المسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ربح ما لم يضمن. قال إن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلغا من المال إلى آخر ليأخذ في نظيره مبلغا أكثر منه، إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين فيكون ذلك أشبه بالربا. أيضا هنا يعني يقول يلاحظ أن الآن مثلا لو فرضنا البائع اسمه مثلا محمد، فباع البضاعة ب1000 لزيد، وزيد اشتراها ب1000 وراح باعها ب2000 لعمرو، ماشي، فزيد هذا دفع 1000 واخذ 2000 والبضاعه لسه موجوده عند محمد البائع هذا، يعني هو لا اخذ البضاعه ولا نقل البضاعه ولا يعني البضاعه، هو مجرد دفع 1000 واخذ 2000 بدون ان يكون هناك بضاعه يعني اخذها وحازها وتحمل تبعت انها قابله للخساره او كذا. فكانه بادل دراهم بدراهم، باع 1000 اعطى 1000 واخذ 2000، ما فيش اي بضاعه هو لا اخذها ولا نقلها ولا عمل. فهذا اشبه بالربا يعني. قال وقد فطن الى هذا ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن سبب النهي عن بيع ما لم يقبض، فقال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، يعني قال دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني مؤجل، لسه الطعام موجود عند المالك الاصلي وهو مجرد دفع دراهم واخذ دراهم ومفيش طعام ولا بضاعه يعني نقدها. فاذا كانت هذه شروط صحه البيع. طيب بعدها يقول الاشهاد على عقد البيع، الاشهاد على عقد البيع،
ذكرنا الشروط الستة الآن. قال الإشهاد على عقد البيع، قال أمر الله بالإشهاد على عقد البيع فقال وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال والأمر بالإشهاد للندب والإرشاد إلى ما فيه المصلحة والخير وليس للوجوب كما ذهب إليه البعض. يقول في الحاشية ممن ذهب إلى أن الإشهاد واجب في كل شيء ولو كان شيئا تافها عطاء والنخعي، ورجحه أبو جعفر الطبري، إمام ابن جرير الطبري رحمه الله. ويلاحظ إمام ابن جرير الطبري كان من المجتهدين المستقلين، يعني كان صاحب مذهب فقهي وله أتباع، وقال فلان ابن فلان الجريري، هذا تجد في تراجم الرجال، يعني قال فلان ابن فلان الجريري زي الحنفي والمالكي والشافعي، فكان له مذهب وله أتباع ظلوا مدة وبعدين انقرضوا يعني، وكان رحمه الله. فهؤلاء قالوا بوجوب الإشهاد، لكن الجمهور حملوا هذا الأمر على أنه أمر ندب وإرشاد. قال الجصاص في كتاب أحكام القرآن ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وأن شيئا منه غير واجب. ومن حجة يعني من يعني حجة الجمهور على عدم وجوب هذا أن الله تعالى يعني ذكر وسائل لتوثيق البيع، يعني في آية الدين إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وبعدين وقال أيضا فرهان مقبوضة، يعني فتوثيق البيع إما بالكتابة وإما بالشهود وإما بالرهن، أن الشخص اللي لسه ما دفعش مثلا الثمن يرهن شيئا ولما يدفع الثمن يسترد المرهون، أو بالكفيل مثلا يؤتى بشخص يكفله يقول لك لو ما دفعش أنا هدفع مكانه أو كده أو سأسلمه لك ليدفع أو كده، فكلها وسائل لتوثيق يعني الديون. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني عددا من هذه الوسائل قال في آخر الآيات قال إيه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فقال يعني إذن معناها إذا أتمن المتبايعان كل منهما الآخر كان بينهما يعني بينهما ائتمان فلا يلزمهم توثيق العقود، يعني إذا الشخص يبيع صديق له يعني يثق فيه ويأتمنه وأعطاه شيء مثلا ولم يأخذ مفيش شهود ولا ورقة مكتوبة ولا أي شيء اعتمادا على أمانته أنه سيدفع ثمنها بعد سنة ولا بعد سنتين فيجوز هذا. لكن طبعا لا شك أن الأولى والأحسن كما في الآية الكريمة هو أمر ندب وإرشاد أن يكتب الحقوق المالية تكتب، يعني وقد يتوفى هذا الشخص وأولاده لا يعرفون بهذه الحقوق فتضيع على ورثته وتضيع. قال وقد نقلت الأمة خلفا عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم، ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به، وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا. هذا كلام الإمام الجصاص رحمه الله، هو من الفقهاء الحنفية يعني رحمه. وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيضا ولا أنكرت على فاعله ترك الإشهاد. فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتابة والإشهاد يعني الكتابة والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين. انتهى الكلام. كلام واضح يعني يقول إنه أمر ندب وإرشاد. طيب ممكن اليوم نتوقف هنا إن شاء الله عسى سيكون أخذ درس قبل الدورة الصيفية إن شاء الله متوقفين عند بداية موضوع يعني متكلم. هذا
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.